السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع 17 عاما للحقيقة. عنوان: تحتفل قناة الرافدين الفضائية بذكرى تأسيسها 17، حيث كان 10 نيسان 2006 لحظة ولادة هذه القناة التي رسمت خطا واضحا وثابتا في نقل الحقيقة للمشاهد، ولم تحد عن رسالتها الإعلامية التي خطتها أنامل نخبة كبيرة من الإعلاميين البارزين، فثبتت على النهج رغم كل الضغوطات والمعوقات التي واجهتها. فصمدت أمام استهداف مكتبها في بغداد بعبوتين ناسفتين في محاولة لإسكاتها، وصمدت مرة أخرى حينما تآمرت عليها حكومات الاحتلال واتهمتها بشتى أنواع الاتهامات التي لا تمت للحقيقة والواقع بصلة. كل ذلك لأنها قالت لا، لا للمحتل، ولا للعملية السياسية التي أسسها، ولا لدستور الاحتلال، ولا للفساد، ولا للظلم، ولا للميليشيات، ولا لإرهاب الدولة للعراقيين، ولا للطائفية، ولا للمحاصصة، ولا وألف لا لكل هذا الدمار والخراب الذي حل بالعراق نتيجة الاحتلال ومن جاء بهم ليحكموا من أدعياء المقاومة المزيفة. ستبقى قناة الرافدين ثابتة على خطاها كما بدأت طالما بقي الظلم في العراق وفي كل مكان. مشاهدينا الكرام، نستقبل مشاركاتكم اليوم لنحتفل سويا بهذا الصوت الذي كان ولا يزال وسيبقى صوتكم. مشاهدينا، دعونا نتابع هذا الجرافيك ثم نعود. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج منبر الرافدين لنحتفل سويا بذكرى تأسيس وانطلاقة قناة الرافدين الفضائية. مشاهدينا، معنا الآن السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم سيد الكريم، مبارك لكم أولا هذه الليالي الفضيلة في شهر رمضان، مبارك للذكرى لتأسيس قناة الرافدين، صوت الشعب العراقي، صوت الحق، صوت الله في وجه الحاكم الظالم. قناة الرافدين أنا يعني حقيقة من زمن طويل جدا تشاهد قناة الرافدين، وكذلك أشارك في برنامجكم الكريم وبرامجكم العديدة. اتهمت بالبعثية، اتهمت بأشتى أنواع، لكن أنتم تستمعون لكل الآراء، الآراء المؤيدة لظالمية الشعب للحكومات المتعاقبة، وكنتم تناقشون، وكذلك تستمعون إلى الرأي والرأي الآخر، إلى الآراء الحرة. نحن أنت قلت كلمة أنه تبقون دائما الظلم باطلة، لا، لكن أنتم ستبقون مع العراقيين دائما وأبدا إن شاء الله، في السلم وفي الظلم ومن العدل. وإن شاء الله الأصوات التي تصلح عن طريق إذاعتكم هي أصوات حق بإذن الله تعالى، ستصل إلى المواطن، ودائما الصوت الحر يصل إلى قلب المواطن مباشرة إن شاء الله. سيد أبو علي، أريد أسأل حضرتك بشأن الأصوات الحرة اليوم بالعراق. نرى باستمرار تكميم لأفواه كل من يحاول أن ينتقد، كل من يحاول أن يقول كلمة لا بوجه حاكم ظالم. ليش اليوم الصوت الحر، الصوت الحق دائما يقمع، دائما يكمم، دائما يحاولون إقصاء كل من ينتقد الفشل والفساد والظلم الواقع على العراقيين؟ سيد الكريم، هو دائما نشاز في اذان الطواغيت، هو نشاز في اذان الظلم،
للأسف يعني أنتم الآن يعني تبثون من خارج العراق، للأسف يعني أشارك في مجموعة قنوات أو إذاعات للأسف خارج العراق الحرة، خارج العراق القنوات والإذاعات الحرة للأسف خارج، لأن اليوم السلطة تدعي الديمقراطية، للأسف هي لا تمارس أي ديمقراطية، لا تمارس الرأي والرأي الآخر. شفنا الاعتقالات، اللي ينتقد رئيس وزراء، اللي ينتقد وزير يعتقل بحجة التطاول على رئيس وزراء. كل شخص يعني تبوأ لمسؤولية يجب أن ينتقد، هناك نقد بناء وليس قذف، فلذلك أنتم تنتقدون نقد بناء وليس بالقذف. أنا أتمنى تستمرون على الحق بإذن إن الله شاء الله. تعالى، والله يعينكم ومبارك عليكم ليالي العشر الأواخر. شكرا جزيلا شكرا لكل جزيلا ما سيد أبو علي، أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا لهذه الكلمات الطيبة. يعني مشاهدينا، نستمع حقيقة إلى هذه الأصوات دائما التي تؤازر هذه القناة، التي تقف بظهر هذه القناة، التي تدفعنا إلى الأمام دائما، هي التي تحفزنا هذه الأصوات. المشاهدون الكرام، كل من يشارك معنا في قناتنا برأيه بصوته، هو يدفعنا إلى مزيد من التقديم للحقيقة، إلى مزيد من كشف الحقائق، إلى مزيد من التطور، إلى مزيد من محاولة دعم كل فئة مهمشة، كل مظلوم في العراق حقيقة، ونسلط الأضواء على قضاياهم، لأن قلت حقيقة الأصوات التي تنقل الواقع، التي تنقل الصورة الحقيقية، التي تنقل معاناة العراقيين. أصبح الآن كثير من وسائل الإعلام تسير بتيار هذه الأحزاب، بتيار الحكومات، إن كانت عن طريق المصالح، إن كانت عن طريق المنافع، إن كانت عن طريق الشراكة مع هذه السلطات الحاكمة أو الأحزاب أو غيرها. ولذلك دائما ما برزنا بعيدا عن هذه القنوات وبعيدا عن هذه التوجهات، وسبحنا عكس التيار، لأننا نؤمن بقضية واحدة، ولأن قناة الرافدين وضعت كما قلنا، وضعت رسالة وخطا واحدا ثابتا منذ البداية لم يتغير. وربما هذا ما حقيقة يستفز هؤلاء الذين يحكمون في العراق، هذا الذي يضايقهم، هذا الذي يجعلهم يجيشون هذه الجيوش، الوسائل الإعلامية وأدواتهم وأقلامهم المأجورة، في سبيل النيل من هذه القناة، في سبيل إظهارها بمظهر غير الصورة التي هي عليها، بشكل مغاير لحقيقتها. ولهذا يحاولون تشويه صورتنا وسمعتنا دائما داخل العراق، في سبيل إلصاق تهم ليس لنا علاقة بها، وبعيدون كل البعد عنها. ولكن سنبقى كما قلنا على نفس الخط وعلى نفس النهج، مهما تغيرت الظروف ومهما جرى من أحداث ومهما وقع من ضغوطات على هذه القناة. السيد أبو عمر من بغداد، تفضل، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، أهلا وسهلا. في الذكرى 17 للقناة الرافدين، نحب نهني قناة الرافدين وكل أعلاميها وكل منتسبيها وكل من يعمل في هذه القناة الرافدين في الذكرى 17، ونهني أيضا شعب العراقي لأنه هذه القناة الرائعة وكل العراقيين يحبوها، نتمنى إلها المزيد التقدم والعطاء من أجل الروح الوطنية العراقية اللي هي فوق كل القناتات، هي قناة الرافدين البطلة اللي هي صارها أكثر من 17 سنة مع الروح العراقية، مع الناس الأشراف، مع يعني الشعب العراقي اللي عايش برواحهم الظلم، عايش برواحهم الفساد من ضمن هاي الحكومات اللي دمرت العراقيين. هي تنقل صوت الحقيقة وصوت العراقيين الأحرار، صوت العراقيين الأمجاد، صوت الشهداء العراقيين، صوت الشهداء، صوت كل من اللي يعبر عن هاي القناة اللي قناتنا الأصيلة، قناتنا المحترمة بكادرها وكل يعني بكل معانيها. احنا نحب قناة الرافدين من دون القنوات اللي هي قنوات كل الأحزاب والسلطات اللي ما تكشف الحقيقة عن نواياها وعن ضعفها وعن فسادها وعن دمارها وعن تدميرها للشعب العراقي. قناة الرافدين تكشف للأحزاب بأنهم مرتكبين الجرائم وسرقة أموال العراق وتدمير هذا الشعب العراقي من 2003 ولحد الآن. قناة الرافدين خلت الصورة الحقيقية للشعب العراقي وللعالم أجمع بالحقيقة الواقعة. طيب يعني أبو عمر، عندي سؤال، أنه ليش هذه الأحزاب أو هذه الحكومات اللي جت بعد 2003 ما استثمرت وجود قناة مثل قناة الرافدين، تنقل الحقيقة المجردة بعيدة عن كل الضغوطات، بعيدة عن كل الولاءات، بعيدة عن كل الانتماءات،
تقدم أو تنقل الواقع الموجود في العراق، ليش ما استثمر وجود هذه القناة في سبيل التي تسلط الضوء طبعا على القضايا وعلى المشاكل، أنه يعالجون هذه المشاكل، يعالجون هذا الخلل الموجود في العملية السياسية، المشاكل الموجودة بالعراق؟ ده نكشف إحنا يوميا على مدى 17 سنة كل المشاكل والقضايا اللي موجودة بالعراق، ليش ما استثمر وجود هذه القناة في سبيل تصحيح أدائهم، في سبيل معالجة هذه المشاكل وهذه الأخطاء؟ أستاذ محمد، إحنا قلنا قبل شوية كل القناتات الأحزاب على سلطة الأحزاب اللي موجودة بالعراق عندنا بالمحافظات أو بغداد، إنه كل هاي القناتات كلها ضد الشعب وضد الشعب العراقي. لو كانت قناة واحدة تقدم للشعب العراقي بخدماته وبإنجازاته، ويعني كيف ما يريد المواطن العراقي من تعيينات، من خدمات، من بنى تحتية، من معامل، من مصانع، من مزارع، من كل هاي الأمور، والقناة إذا كانت موجودة حقيقة عندهم إنه تقدم خدمات للشعب العراقي، لكان إنه هاي القناة إنه أيضا نفتخر بها ونقدم لها يعني الصوت الحر. لكن للأسف ما عندنا قناة ولا عندنا أي يعني جهة إعلامية يعني تظهر بصوتها وحقيقتها للمواطن العراقي، بس قناتكم هي الوحيدة اللي تظهر الصورة والحقيقة. لكن للأسف ما بهاي القناة إنه تقدم يعني هي مكان الدولة تقدم لها خدمات، تقدم لها كان كل شيء للمواطن العراقي، لكن للأسف هي بس بصواتكم الحقيقية ويعني بالروح الوطني اللي تمتلكوها والشجاعة اللي صمدت من 2010 لحد الآن إنه باقي هاي القناة ضد هاي الأحزاب. ليش؟ والسبب إنه الحقيقة العراقيين أنتوا الحقيقة وأنتوا التناغ الصدق اللي ضد هاي الأحزاب. نعم، أما شكرا. هاي الأحزاب نعم، أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد أبو عمر من بغداد. بس تصحيح بسيط، القناة انطلقت في عام 2006 لنكون أكثر دقة. السيدة أم وسام من الطارمية، تفضل يا أم وسام. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير إن شاء الله، إن شاء الله العمر الدائم يا رب ونلقى الأمانتكم. الله يسلمك ويبارك فيك. شلونكم بعد؟ الله يسلمك يا أم وسام، حياك الله. القناة أصلاً قناة ما كنت تحت الحقيقة، والله كل الحقيقة تحتون أنتوا. الحمد لله. والله العظيم. هذا شيء حقيقه يشرفنا. نعم والله الحقيقه انت تحسون الحمد لله والشكر، قناه حلوه هاي صارت كم سنه، والله العظيم نفتخر بيها. نعم. نفتخر بيها، ونريد من عندكم ان شاء الله يا ربي الفرج تطول انتاجين ممكن على هاي السنه نشوف الخير عليها ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله. واستاذ على مود هسه هاي مالت الغذائيه اللي يسوي لنا اياها، سمعت بيها؟ شنو هي تفاصيلها؟ نعم تفاصيل ما يقدرون يطون بالحصة، يطون صمون، ما يطون طحين. للمناطق للمناطق الغنية يا أم سام. يعني إحنا ما يطون، إحنا فقرة؟ المفروض على هاي التقسيمة اللي قالوها. لا والله كلها راح يشملوها، إذا دا على الإنترنت دينشرون. نعم. يقول أنا طحين ليش شبيه ما يقدر يأكل زين؟ يعني لا يطون طحين، ومن يأكل طحين هاي؟ وكل واحد له صمونات بالأسبوع. هاي شو الشبه هاي؟ نعم نعم، الله يكون بالعون يا أم سام. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد محمود من الموصل، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. ولا شفتوا سولفوا ولا شفتوا سولفوا؟ إيه إحنا حرامية حرام حامية حرامية، يوميا 100 تنكر عبرن على تركيا نفط مال الميليشيات. نعم. أنت قاعد تتحمل. سيد أبو سيد محمود. سيد محمود. سيد محمود. عبرت بنفس النساء. سيد محمود تسمعني؟ نعم. اليوم موضوعنا يا سيد محمود وعنوان حلقتنا، إحنا اليوم بدنا نحتفل بالذكرى 17 لتأسيس وانطلاقة قناة الرافدين الفضائية. نريد نسمع منكم، من حضراتكم المشاركين، أنتم المشاهدين، كيف كان أداء قناة الرافدين طيلة هذه الأعوام الماضية؟ شلون كان مواقفها وشلون كان أداءها الإعلامي أمام هذه الحكومات، أمام هذه الأحزاب اللي جت بعد الاحتلال؟ هذا اليوم موضوعنا يا سيد محمود، أرجو منك بس يعني تنطينا رأيك بموضوع حلقتنا. ما خلات قصور أنتو، وبحظي بختي جهاد وقتال وبدمكم جعد الدافعون وما خليتوا وتعبتوا قناة الرافدين، وشفتوا ليالي مرة عزينا والتركة، والله ما تكتب بس أنا أشوفوا بعيوننا هم أنتوا بالحظ وبالبخت ما خليتوا.
بس نشوفه بعيننا ما عاد. نعم ان شاء الله ان شاء الله الله يكون بعونكم يا سيد محمود من الموصل. ان شاء الله نكون دائما عند حسن ظن حضراتكم المشاهدين الكرام وعند حسن ظن كل العراقيين. ربما الآلة الحكومية ما نقدر ننكر أن هي قوية من ناحية أن هي تحاول تشويه دائما صور من ينقل الحقيقة، صور من يقف مع العراقيين بوجه هذا الظلم الموجود، لكن يبقى العراقي الآن بوعيه المتنامي المتزايد أصبح الآن يستطيع التمييز ما بين من هي الجهة التي تقف معه ومن هي الجهة التي تقف ضده، إن كانت مؤسسة إعلامية، إن كانت صحفية، إن كان شخص بارز، عالم، رجل دين، سياسي وغيرها من هذه الأمور. أصبح العراق الآن يستطيع التمييز مهما حاولت هذه الجهات الحكومية الحزبية الميليشياوية أن تشوه صورة قناة الرافدين وحقيقة هذه القناة، فلن يستطيعوا مع وجود وعي متنامي، مع وجود كره مستمر ومتنامي كذلك من العراقيين تجاه هذه الأحزاب، تجاه هذه الحكومات المتعاقبة، وبالتالي أصبحوا الآن يؤمنون بأن كل ما تهاجمه هذه الأحزاب هو عكس الحقيقة التي يريدون أو عكس ما يقولونه، هي حقيقة مختلفة تماما عن ما تحاول أن تعكسه دائما هذه الأحزاب وتشوه صورة الجهات التي تقول لها لا باستمرار. قبل أن نكمل اتصالات مشاهدينا الكرام دعونا نتابع هذا التقرير الذي أنتجه قسم الأخبار في قناة الرافدين الفضائية ثم نعود. في العاشر من نيسان من عام 2006 وبينما كانت بغداد تعيش تحت نير احتلال أمريكي غاشم يواجه مقاومة وطنية متصاعدة ووسط أوضاع مأساوية نتيجة الانفلات الأمني وغياب القانون وتسلط الميليشيات وفرق الموت، جاءت انطلاقة قناة الرافدين في فضاء الإعلام الوطني لتجسد صوتا حرا ممثلا للشعب العراقي في مواجهة الاحتلال ومشروعه التدميري. من رحم الحاجة لصوت يحمل هموم الشعب العراقي وأماله في التحرر والنهوض ولدت قناة الرافدين، فكانت منذ انطلاقتها مواكبة للمقاومة العراقية وصولاتها ضد المحتل، كما فضحت جرائم الاحتلال الأمريكي وعمليته السياسية الفاسدة. ولأنها تمثل حضارة ضاربة في التاريخ، فقد جسدت الرافدين طوال سنيها ذلك العمق الحضاري لبلاد الرافدين، ابتداء من شعارها الذهبي المدور الذي يمثل مدينة بغداد ويجري وسطها موجتان تمثلان نهري دجلة والفرات، تجسد ذلك بخطها الوطني المتزن ومواقفها الرصينة تجاه القضايا التي عاشها العراق. كان للرافدين دور بارز في تغطية الأحداث الكبرى التي مرت بالعراق طوال السنوات الماضية، ومن بينها التظاهرات التي حدثت في 25 من شباط من عام 2011، كما برز دورها أيضا في فضح عمليات التدمير الممنهج الذي تعرضت له المحافظات المنتفضة، وصولا إلى تغطيتها المشهودة لتظاهرات ثورة تشرين التي انطلقت في العديد من محافظات الوسط والجنوب، ما شكل شاهدا على دور القناة المؤيد للصوت الوطني. الدور الإعلامي المؤثر الذي لعبته الرافدين ولا تزال في نصرة قضايا العراق الوطنية أغاظ المنتفعين من السلطة الذين فشلوا في إسكات صوت القناة رغم المحاولات المتكررة والحرب الشرسة التي شنت عليها طوال السنوات الماضية، لكنها بقيت صادحة بالحق حاملة للهم العراقي الرامي لتخليص البلد من رواسب الاحتلال والتبعية. نكمل معكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا الاستثنائية من هذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين لنحتفل معا بذكرى تأسيس وانطلاقة قناة الرافدين الفضائية. معنا السيد الآن أبو السيد أحمد من مصر، حياك الله يا أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحييك وبحيي القناة الشريف وكل عراقي شريف. حياك الله. أستاذ المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أنا بهني الشعب العراقي بانطلاق قناة الرافدين الفضائية الشريف الذي رفضت الاحتلال الامريكي والايراني وكل الدول المتغطرسه للشعب العراقي الشريف والهيمنه. فانا بحيي الشيخ حارث الدار الشيخ المجاهدين الشيخ المقاومه العراقيه الذي رفض المشروع الامريكي والمشروع الايراني سواء بسواء وكل الدول المحتله للعراق، ورفض ان يمد ايده تتلوث بالفساد الطبقة السياسية المحصصة الطائفية الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. فأنا متابع القناة العراقية الرافدين من 2003
ومنذ انطلاق الثورة المصرية في 25 يناير المجيد. فأنا بحييكم على انطلاق القناة، وهي الوعي العربي مش العراق بس، للدول العربية، وفرحة المشروع الأمريكي والإيراني الذي اسمها بخيرات الشعب العراقي. نعم. شكرا جزيلا سيد أحمد من مصر. معنا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم. حياك الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بألف خير على قناتكم الحلوة الطيبة وعلى كادرها الطيب. الله يسلمك أستاذ العزيز. قناتكم مع احتراماتي للقناة للكادر، قناتكم قناة مكروهة بالنسبة لهذين الأحزاب. لأن قناة تنقل الحقيقة، هم ما يريدون الحقيقة، يريدون العكس، يريدون ماكو إعلام عكس بأن العراق مزدهر، العراق أمانة، العراق العراق. ومن تجي قناة الرافدية من تقول أكو ميليشيات، لا ماكو ميليشيات، هاي من تجي من ميليشيات، لا هاي خط أحمر. نعم يعني هم دا يقولون، هم دا يقولون إنه هم أنشأوا نظام ديمقراطي، نظام مبني على حرية الآراء والتعبير عن الرأي وحرية التصرف كما يقولون، وأن المواطن أصبح خارج دائرة الدكتاتورية اللي كان يعيش بها في النظام السابق، وأنه جاءوا الآن بنظام وبعراق جديد، عراق يسمح للكل أن يعبروا عن ما في داخلهم بحرية دون التعرض للقمع وغيره. طيب ليش هذا الكلام مجرد شعارات؟ اليوم إحنا لما قالت هذه الكلمة، هذه القناة كلمة حق، تم استهداف مكتبها في بغداد بعبوة ناسفتين لإسكات صوتها، ودائما ما كانوا يجيشون هذه الأدوات والأقلام الإعلامية الخاصة بالأحزاب في سبيل النيل من هذه القناة، التنكيل في سبيل إظهارها بصورة مغايرة تماما لحقيقتها، محاولة تشويه دائما. يعني هم مو يقولون ديمقراطية، وين الديمقراطية؟ احنا صار لنا برا العراق سنين ومدى نقدر نرجع بسبب القمع. استاذ العزيز ماكو ديمقراطيه، ومو يقول لك ديمقراطيه شلل. نعم. وهذول اللي يقول لك احنا اعلاميين، اعلاميين هذول تابعين للاحزاب، وهذول اكو ناس من اهل العمايم مع احتراماتي للعمامه الصحيح، هذول ناس هم مسيسين لاحزابهم. اكو كثير من شيوخ العشائر بالجنوب مع احترامات شيوخ العشائر بالجنوب، كثير انطفوا بال 2006 2007 2005 لان هم نفس قناتكم حكوا الحق وصفوا. نعم. صفتهم الاحزاب. مرادوا الاحتلال الامريكي والاحتلال الايراني. على الاخر تشوف هذول طالعين لابسين عمايم هذول بالبرلمان وغير البرلمان، وقبل كم يوم يطلع هذا الشيخ شو اسمه راح مبالي. طيب. الهايف يقول والله طلعوا يهوسون بالبرلمان ومال نوروز غنوا مال نوروز واحنا لازم نستنى نجيب الطبل وندق شوبي. ولا هو حكي؟ طيب يا اخي حكي هو عيب عيب. سيد ابو عبد الله، انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا لهذه الكلمات الطيبه اللي تفضلت بها، وان شاء الله دائما نكون عند حسن ظن المواطن العراقي والمشاهد الكريم. هي كما قلنا رساله واضحه وضعتها هذه القناه واعطتها وارسلتها الى المتلقي، وخط اعلامي واضح مرسوم منذ الانطلاق، لن يتغير ولن تحيد هذه القناة عن خطها وعن طريقها وعن رسالتها مهما تغيرت الظروف ومهما جرت من ضغوطات ومورست عليها من ضغوطات ومورس عليها من ترهيب ومورست عليها من محاولات لتكميم هذه القناة لإسكات صوتها. لكن في النهاية كما قلنا الخط واضح وثابت منذ 17 عاما وسيستمر إن شاء الله. أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتبريكاتي لقناتكم في ذكرى تأسيسها، وأقول ملاحظة، أهم وسام حملته قناة الرافدين أنها أغاضت الحكومة في المنطقة الخضراء، فكما يقول الشاعر إذا أتتك مذمتي من ناقص فتلك الشهادة لي بأنني كامل. حكومة المنطقة الخضراء الميليشياوية الإيرانية الإرهابية الهمجية لا ترضى بحرية الرأي. ذكر أحد المتصلين لماذا الحكومة لم تستثمر قناة الرافدين كقناة حرة وقناة إعلامية مطلعة. أخي الكريم، هذه الحكومة لا تريد صوتا إعلاميا حرا، لا تريد ديمقراطية، تريد أصواتا إعلامية
تجامل وتداهن هذه الحكومة الميليشياوية. وبالدليل على ديكتاتورية هذه الحكومة وطغيانها وجبروتها أن الأصوات الإعلامية الحرة قد خرجت خارج العراق لكي تعبر عن رأيها الحر. أما الأصوات التي بقيت داخل العراق وتنتقد فإنها معرضة للاختفاء أو التجنيد. وأتفه هذه الأمثلة التي لمستها لمسا شخصيا، رجل من مدينتي انتقد حماية لأحد البرلمانيين محافظة الأنبار تم سجنه لعشرة أيام، فأين الديمقراطية وأين الحرية؟ فكله كذب. سيد أبو سمية، كيف يريدون أن يحسنوا من أداء حكومتهم مثل ما يقولون، يطورون من عمل هذه الحكومة، يسيرون نحو الأفضل مثل ما يدعون، إذا كانوا لا يسمعون الأصوات التي تبث الحقيقة مثل هذه القناة، الأصوات التي توجه لهم أو تشير لهم إلى مواطن الخلل، إلى مواطن الإخفاق، إلى مواطن الفشل؟ شلون يريدون يقومون من أدائهم ويحسنون من أداء هذه الحكومة ويعينون المواطن إذا هم يصمون آذانهم عن كل من يحاول إرشادهم إلى الطريق الصحيح؟ لهم من تحسين أدائهم إن طريق الحكومة مفهوم، حكومتنا تسير نحو ديكتاتورية بحتة. هم الآن يدعون الديمقراطية، هم يقولون بلسان مقالهم أنهم ديمقراطيون، لكن لسان الحال يقول أنها ديكتاتورية. وإلا بأي حق وبأي قانون وبأي تشريع منتقد ينتقد برأي حر، ينتقد شخصية حكومية بأسلوب الديمقراطي، يتم إخفاؤه؟ سيدي، هذه بالقلم العريض هذه ديكتاتورية بحتة. وشكرا لك. شكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار. معنا اتصال السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد، حياك الله. يا الله، السلام عليكم. وعليكم كل السلام، كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك عليكم. علينا وعليك يا جماعة. تحياتي لكم وإلى قناتكم وإلى الدكتور عمر وإلى الأخ أفل وإلى الأبطال سفيان وبسام ومصطفى وإلى كل من يعمل في هذا القناة. أنا أتذكر واحدة من الطرائف سنة 2006 في سليمانية، في مطار سليمانية التقيت مع مراسلكم. فسألت قلت له شنو هاي القناة؟ قال لي والله هاي قناة عراقية ترفض الاحتلال وتدعو إلى الوحدة الوحدة العراقية دون التفريق عن مذهب أو دين. هذه أنا بقت انعجبت بهذا، بس ما كانت تبث بشكل واسع مثل الآن، الحمد لله رب العالمين. ما تفضلت بي أنه هذه الأحزاب اللي جت أصلا من صنيعة الاحتلال، هذه أحزاب من صنيعة الاحتلال أصلا، صار هم لو يستحون على نفسهم صار لهم 20 سنة منجز واحد ما عندهم. اي مطره تغرق الشوارع، والدليل اليوم اطلب العراق حسب ما افتهمت، لانه غرقان الشوارع وحاطين قنوات ما لا تعد ولا تحصى، قنوات بس تمجد بيهم. احنا ما نحتاج هذا التمجيد، احنا نحتاج الان الى قنوات مثل قناتكم، على الاقل بيها في صوت حر يتكلم يفضح. يعني انت ما معقول لواحد يعارضك تلزمه الدبه جوا تحت بند اربع ارهاب. هاي 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 شلون تبني دوله؟ ما راح تبني دوله، راح تبني اساس من الحقد المتراكم اللي راح يكون عندك. يعني فانت يحتاج لك انه تحط مثل ما موجوده دوله اكو معارضه لها، وهاي المعارضه هي اللي تفضح الفساد الموجوده في بعض اجزاء الدوله اذا مو كل الدوله مثل الان الموجوده الان. انا ما اطول عليكم طبعا. لا يعني انا بس اريد اسالك سيد ابو احمد، يعني اليوم احنا من نشوف انه هناك قنوات قليله جدا وحقيقه تكاد تعد على الاصابع، ونفتخر بان نقول بانه نحن في المقدمه عندما نتحدث عن القنوات التي تنتقد بحريه دون الخوف من خطوط حمراء معينه موجوده في داخل العراق، انه احنا ما نقدر نحكي على الجهه الفلانيه هذا خط احمر، هاي الجهه مقدسه، هذا كذا. ليش اليوم شفنا انه هذه القنوات الموجوده حتى اللي هي مستقله عن هذه الاحزاب ربما بأصحابها رجال أعمال أو شخصيات عامة أو كذا يتماشون مع هذه الخطوط الموضوعة من قبل هذه الأحزاب؟ يعني يتكلمون ويقولون نحن صوت العراقيين، لكن واقع الحال يقول لا ينقلون حقيقة معاناة العراقيين، يطلعون أمور حقيقة بعيدة كل البعد أو سطحية إذا صح التعبير عن الحقيقة الموجودة في داخل العراق، وكأن العراق جنة وما بمشاكل.
اي بالتاكيد استاذ محمد العزيز، هي المساله يعني هم اصبحوا الان بسبب ما بينهم ما فرضوه اصبحوا دكتاتوريه، والدليل انه اي واحد يعارضهم مثل ما تفضلت حضرتك، اذا قناه مستقله عرضتهم يحرقوها القناه دون ذكر اسماء القنوات اللي حرقوها. نعم. واللي اعتدوا على كادرها واللي قتلوا مراسليها، فذولا اصبحوا الان ما في، مو سهل انه يسلمون انه هم مو دكتور، لا هم يدعون انهم حريه، اعطوا للعراق يسموها سقوط بغداد، هي مو سقوط بغداد، حاشا لله ان تسقط بغداد، ولكنه احتلال العراق، هاي لازم يعرفوها هم، انتم الوحيدين اللي دائما تذكروا احتلال العراق، يجب ان يعرف القاصي والداني والجيل الجديد انه ترى هذا احتلال العراق وليس تحرير العراق. فانا ما اتطول عليكم، يعطيكم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. اشكرك يا سيد ابو احمد من بريطانيا. عندنا رسالة وردت من أحد الإخوة. السلام عليكم، نهنئكم بمناسبة ذكرى انطلاق قناة الرافدين الفضائية المجاهدة، صوت المظلومين الحر والشريف والمناهض للاحتلال وحكوماته العميلة، أدامها الله وحفظ العاملين بها، وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا للأخ صاحب هذه الرسالة. طبعا كلمات حقيقة مفرحة عندما نسمع من المشاهدين الكرام المتصلين، حتى عندما يعني تصادفنا بعض الشخصيات في الحياة العامة حقيقة نرى بأن هناك يعني كلمات جميلة، استحسان على الأداء، يعني ثناء، حقيقة هذه كلها أمور كما قلنا تدفعنا إلى مزيد من التقدم، إلى مزيد من تقديم ما هو أفضل للمشاهد الكريم. ويعني كما قلنا الانطلاقة كانت ثابتة ولغاية الآن ثابتة، خط واحد، مهما حاولوا أن يشوهوا صورة هذه القناة، مهما حاولوا أن يقولوا عليها، أن يتهموها إرهاب وداعش وبعثية وغيرها، هذه كلها الاتهامات الباطلة التي حاولوا إلصاقها بنا. لكن الواعي والذي ينظر إلى الأمور بتجرد بعيدا عن العواطف وبعيدا عن الانتماءات سيعلم حقيقة ما يشاهد، سيعلم حقيقة هذه القناة التي تنقل لكم ما يجري في العراق بشكل مجرد بعيدا عن الانتماءات، بعيدا عن التأثرات، بعيدا عن كل هذه الأمور، الحقيقة المجردة، هذا ما يخشونه داخل العراق هذه الحكومات وهذه الأحزاب، لا يريدون هذه الأصوات، لا يريدون هذه الحقيقة أن يعلم بها الجميع، يريدون تكميم هذه الأفواه ويريدون التغطية على الحقائق الموجودة لكي لا ينفضحوا أكثر في العراق وخارج العراق. مشاهدينا دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أي وظيفة نفسية وعملية تؤديها العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؟ كيف يقيم المسلم عباداته في هذه الليالي على الوجه الصحيح؟ ما الثمار التي ينبغي أن يجنيها الفرد والمجتمع من العشر الأواخر؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان العشر الأواخر وثمارها. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في حلقتنا الاستثنائية من هذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين، حيث نتحدث فيها عن الذكرى 17 لتأسيس وانطلاقة قناة الرافدين الفضائية، 17 عاما من العطاء، 17 عاما من الحقيقة، كما قلنا مهما حاولوا أن يشوهوا نحن واثقون بنفسنا، واثقون بأدائنا، واثقون بهذه الرسالة التي ترسل إلى المشاهد، إلى المتلقي، إلى المواطن العراقي سواء في الداخل أو في الخارج، إلى كل العرب والمسلمين، هذه هي الحقيقة وهذا ما تنقله القناة، واقع مجرد بعيد عن كل التأثرات، بعيد عن العواطف، بعيد عن الانتماءات، هذه الأحداث التي تجري هذه حقيقتها، قد لا تعجب البعض وقد تعجب بعضا آخر، لكن في النهاية هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة التي تحاول تجميل
الأمور المظلمة حقيقة بعض القنوات أو بعض الأحزاب، تجميل الصورة المشوهة في محاولة لتغيير الحقيقة لتزييف الواقع، لكن من يريد أن يتابع الحقيقة عليه أن يشاهد وعليه أن يختار من هي القناة أو من هي الوسيلة الإعلامية التي ترسل إلى المشاهد الحقيقة المجردة. معنا السيد محمد من أمريكا، تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد، أحيي قناة الرافدين البطلة. وعليكم السلام، حياك الله. طول العمر لكم الخزي والعار شاكوزي الإيراني عزيز. دول يغارون من القناة الرافدين البطلة تحكي الحق، ما يريدون الواحد يحكي الحق، يريدون مثلهم مثل قنواتهم تحكي الباطل. أنتوا قناتكم شريفة والكادر مالكم كله شريف، ما عندكم يعني ما ولاكم لإيران، ليس ولاكم أي دولة. والله العظيم دول الخزي والعار شكو تابع لإيران. أما دول دمروا العراق كفيلك الله من 2003 لحد الآن، هم الاحتلال جابوهم كفيلك الله، هم دمروا البلد. هذا أبو مهدي المهندس كفيلك الله عندي فيديو إليه، إحنا قلنا إحنا جايين نقاتل الإسلام، ليس نقتل أمريكا ولا نقتل إسرائيل، نقتل الإسلام كفيلك الله. هم دول شعارهم يقتلون المسلمين. تحياتي لقناة الرافدين البطلة. شكرا جزيلا، حياك الله سيد محمد من أمريكا، أشكرك شكرا جزيلا. معنا السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي، حياك الله. الله يحييكم ورحمة الله وبركاته. ما أعرف شنو الموضوع أبو علي. اليوم ده نحتفل بذكرى، وحقيقة مر علي بضعة أيام، ده نحتفل بذكرى تأسيس وانطلاقة قناة الرافدين الفضائية، 17 عاما نتحدث فيها عن ثبات في الموقف، عن ثبات في الرسالة الإعلامية، عن ثبات في الخطى. قلنا في البداية مهما حاولوا أن يشوهوا صورة هذه القناة ستبقى ثابتة. شنو رأيك اليوم بالمجال الإعلامي في داخل العراق أو في خارج العراق بشكل عام؟ قليلة هي القنوات يا أبو علي اللي تنقل معاناة المواطن بالشكل الصحيح بالطريقة الصحيحة. احنا نفتخر ونقول بأنه احنا ربما في المقدمة، قد لا يعجب البعض هذا الكلام لكن هذه هي الحقيقة. قد نفتخر بأننا في المقدمة، مقدمة القنوات التي تهاجم الظلم الموجود في العراق وتنقل وتعكس الحقيقة الموجودة ومعاناة العراقيين. تفضل. هذه القناة الشريفة، قناة الرافدين، قناة الحق، قناة العراقية الأصيلة فعلا. يعني أنا شخصيا ما أطالع ولا أشوف إلا هاي القناة. قنوات أخرى من يعتبر نفسهم عراقيات ولكن براء منهن العراق وبراء منهن أحرار العراق. هذه القناة يوميا تطلع برنامج معاناة الشعب العراقي. اعطيني أي قناة، أي فضائية، كل الفضائيات يجيبون العملاء والخونة المرتزقة ها ويؤدون الشعب العراقي ويستفزون الشعب العراقي. نعم. على مود المال، ذنيش القنوات على مود المال يجيبون الميليشيات والعصابات. بس هذه القناة أنا هذه القناة أحترمها، بارك الله بكم، استمروا على طريق الحق. طبعا كل واحد يتكلم طريق الحق ويعارض هاي المجرمين والعصابات طبعا يصير أعداء لهم. طريق الحق مظلم من قلة سالكيه، بارك الله بكم، استمروا على طريق الحق. هذه القناة العراقية الأصيلة الشريفة، قناة الرافدين. أنا أرحب بكم وبالموظفين والخدمون في هذه القناة. شكرا جزيلا سيد أبو علي من لندن، أشكر حضرتك لهذه الكلمات الطيبة. معنا السيد أبو محمد من أربيل، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كل عام وانت بخير وقناة الرافدين بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. الله يحفظك. إن شاء الله الله يطول عمركم. طبعا اللي يقول لك قناة عزل قناة يعني ماكو غير قناة ذات الرافدين هي الأصيلة. يعني عدد القنوات كلها أنا أتابعها، كل القنوات أتابعها، ما في أبد مثل قناة الرافدين. يعني مستحيل من زافو حتى الفاو يعني تمثل العراق كله. يعني الحمد لله، يعني كل العراقيين حتى العرب، يعني خلينا نقول حتى العرب، نعم تمثلون العرب والأكراء، يعني من زافو حتى الفاو. الله يطول عمركم، الله يسلمكم، استمرون على منهجكم. أنتوا الأصيل، أنتوا الفصيل، أنتوا الحقيقة. يعني سيد أبو محمد، يعني اليوم ليش
يسألون يقولون البعض طبعا من ذولا اللي هم يخابرونا أحيانا يتصلون بينا يهاجمون القناة يتهمون اتهامات، يعني ليش ما يكون أكو مجال للحرية بالعراق بحيث أنه هذه القناة تستطيع أن تبث من داخل العراق؟ يسألون ليش ما ترجعون، تعالوا شنو اللي مطلعكم برا، أنت قاعد برا وتحكي. طيب هم لو موفرين بيئة آمنة وحرة للمؤسسات الإعلامية التي تنتقد، كان بقينا خارج العراق؟ كان بقت هذه القناة تبث من خارج العراق؟ استهدفوها في العراق في بغداد، مكتب بغداد، بعبوتين ناسفتين لأنها نقلت الحقيقة. شلون يريدون تكون اكو ديمقراطية وحرية إذا كانوا هم يقتلون ويهجرون ويقومون بإخفاء واعتقال كل من ينتقد اليوم بالعراق؟ أستاذ محمد من 2003 ولحد الآن هؤلاء اللي طائفين، نعم هؤلاء طائفين أصلاً هم مو عراقيين، صدقني مو عراقيين، ذولا اللي حكمون من 2003 ولحد الآن ذولا أصلاً مو عراقيين، كلهم طلع أصلهم كلهم خارج العراق، مو عراقيين أصليين، ذولا ما يريدون عراقيين أصليين، كل واحد وطني حاربوهم هذولا. والرافدين قناة وطنية عراقية أصيلة ولهذا يحاربوها، لأن تطلع الحقيقة الرافدين عدا قنوات يعني عدا القنوات كلهم يطلعون طائفين ويحكون على مصلحة الحكومة والدولة العراقية، عدا الرافدين تطلع الحقيقة الأصلية يعني. ولهذا ما يحبون الرافدين ولهذا يحاربون الرافدين، كل واحد وطني يحاربوه. أنا أشكرك سيد أبو محمد من أربيل، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة. يعني اليوم لما نشوف نسترجع شريط الأحداث اللي صارت من 2003 إلى اليوم أو منذ اللحظة اللي تأسست بها القناة بعام 2006 إلى اليوم، نرى بأنها ركزت على مظلومية المواطن العراقي، ركزت على نقل صوت العراقيين إلى من لا يسمع أو لا يريد أن يسمع. شاهدنا المظاهرات في 2011، نقلناها لحضراتكم، تواجدنا في ساحات التظاهر في المحافظات المنتفضة، تواجدنا في الداخل العراقي في ثورة تشرين. هذه المظاهرات وهذه الثورات التي خرج بها المواطن العراقي ليعبر عن رأيه، ليرفض هذا التواجد الحكومي الميليشياوي، ليرفض وجود هذا الظلم الواقع عليه والمستمر، قتلوا المتظاهرين وهاجموا كل من حاول أن يساند هؤلاء المتظاهرين ونحن في المقدمة. هاجموا هذه القناة وهاجموا كل من خرج في داخل العراق من العراقيين الذين انتفضوا ضد الظلم الواقع عليهم، قالوا بأنه اتهموهم طبعا بالبعثية وبالجوكرية وبالدواعش وغيرها وخلايا نائمة، بغض النظر عن أعمارهم وبغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والثقافية أو المحافظات التي جاءوا منها، الكل متهم في نظر هذه السلطة الحاكمة، الكل عدو، الكل إرهابي، الكل داعشي، الكل بعثي من وجهة نظر هذه الحكومة. حتى لو كانت هذه القناة أو من خرج في داخل العراق بعيدون كل البعد عن هذه الاتهامات وعن هذه الادعاءات، إلا أنهم في النهاية يشترون الوسائل الإعلامية ويأسسون هذه الجيوش الإلكترونية والإعلامية في سبيل أنه يستمر الضغط لكي يغيب عقل المواطن المتلقي، المواطن العراقي البسيط، لكي يحاولوا إيهامه أنك أنت دا تشوف هذه قناة إرهابية، هذه قناة الدواعش. لو راجعوا شريط ما بثته القناة منذ عام 2006 إلى هذه اللحظة ليثبت لنا بدليل واحد صحة ادعاءاتهم، صحة هذه التهم التي حاولوا دائما أن يلصقوها بقناة الرافدين. راجعوا الشريط، الأرشيف موجود واليوتيوب موجود والقناة لها موقع إلكتروني ولها صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكان من يريد أن يتحرى الحقيقة أن يراجع أن يتابع. الأمر بسيط جدا وغير مكلف حقيقة، وسهل لمن يريد أن يصل إلى حقيقة الأمور. لكن كما قلنا في العراق هذا هو النهج الذي ساروا عليه منذ عام 2003 إلى اليوم. كم من صحفي عراقي قتل، كم غيبوا، كم اعتقلوا، كم هجروا خارج ديارهم لأنهم نقلوا صورة حقيقية عن المأساة الواقعة والمعاناة الموجودة في داخل العراق. لا يريدون لهذه الحقيقة أن تصل، لا يريدون أن تصحى العقول، أن تتفتح العيون على ما يجري في داخل العراق. يريدون يستمر هذا التغييب بهذه التفاهات التي تظهر في قنوات فضائية، يعني برامج هابطة، محتوى هابط،
ثقافة صفر معدومة، لا يريدون أن يرتقوا بالمواطن إلى مستوى ثقافي معين حتى ينضج فكريا وبالتالي ينظر إلى حقيقة هذه الأمور، حقيقة الظالمين، لا يريدون يستمرون بتجهيل المجتمع حتى يظل ينقاد خلف هذه الخرافات وهذه الأكاذيب التي يبثونها ليل نهار في وسائلهم الإعلامية. نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ونبارك لكل العاملين في قناة الرافدين والقائمين عليها على هذه الرسالة وعلى هذا الخط الثابت طيلة 17 عاما ولا تزال وستبقى إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كل الكلمات الطيبة، على كل هذه التبريكات والتهاني، ودمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.